سنة تلقيت الأموال، الساعة الثالثة تلقيت الأموال. إيه لا مش قصدي إيه حضرتك، يعني أقصد المعارضة إيه العراقية اللي إيه تعاملت مع الأمريكان. إيه يعني هذا تصورت أنت، شنو تتصور أن هذا بيت حصل علي؟ لا والله ما كنت أتصور أنا صراحة، يعني عمري 72 سنة. إذا انتهيت كلية الآداب عمري 22، صار لي 50 سنة كاتب في السياسة اليومية ومناضل سياسي وأبحث بالفكر وبالكتب، وإذا مشتغل لي بكل سنة 10,000 دينار أو كذا، يمكن كان لسه عندي كذا. هذا كل ما أملك في من حطام الدنيا. ده شوف هذه السجادة القذرة، وهذا الطاولة اللي نأكل عليها مرة ونحولها بعدين إلى مكتبة ونزيح الدسم والزفر من عندها. هذه حال مناضلين ووطنيين حقيقيين حتى لا تبقى. المهم انت عليكم ان يعني سمعتكم مثل سمعتنا بالمعارضة العراقية، بس الغريب انه مثلا عملاء امريكا بالمنطقة قاموا يبيعون علينا وطنيين، واليمينيين في المعارضة في الدول العربية قاموا يبيعون علينا وطنيين، صاروا كلهم وطنيين. ليش يا ليش معنا ليش ما نعود انتم حد متحالفين ويا امريكا؟ ما يخالف احنا ما يصير نتحالف. ليش الفلسطينيين ينتظرون تنت، كان رئيس CIA، ويقولون ان هاي الامور لا تحل اذا ما يجي تنت، ومن يجي تنت تجيهم رايه الحريه. ليش احنا اذا واحد من عندنا حكى ويا تنت صار عميل، انت مو عميل من تروح لل الى الى الى, الى, الى امريكا؟ ليش انت تسمي امريكا راعي وعندنا نسميه محتل؟ انتوا عندكم نفس الاشكال. وهل ترى الاشكال هي التقاء المصالح الامريكيه والمشروع الامريكي مع المصالح الشعوب احيانا، مثل ما التقت مصالح الامريكان مع مصالح الشعب العراقي في اسقاط النظام صدام حسين؟ اي شوف احنا عمليا امريكا، احنا ايش تاخذ من عند امريكا؟ يعني احنا قادة فرق حتى نصير جواسيس نعطيها معلومات، احنا عندنا وزارات مالية وعندنا احنا معارضة منزوعي الهوية وقاعدين بالخارج من 25 سنة. حتى المعلومة اللي عندنا اصبحت لا اهمية لها لانها اصبحت قديمة. فامريكا بالعكس اعطتنا اكثر مما اخذت من عندنا. اما اذا انه امريكا تريد تاخذ النفط من العراق، هو ليش النفط هو بعيد عنها؟ هو العراق يتوسل حتى امريكا تشتري النفط، ايران لا تتوسل حتى تبيع النفط لدوله غربيه. المستهلك غربي والمنتج شرقي، فطبيعي انت من تنتج نفط تريد تبيعه، وتبيعه لما تبيعه الاسواق الاوروبيه والاسواق الامريكيه. فهو ما كان النفط بعيد، ولهذا اللي يقولون ان امريكا جاء تاخذ النفط مالنا. ليش؟ هو النفط مو مالها؟ شو وقت كان النفط مالنا؟ لو مال حكومات لو مالتها. المهم انا اعتقد ان من حق الشعوب ان تبحث عن الدوله الضامنه، وانا طرحت نظريه الجارانتور ستيت، وقلت ان امريكا عليها ان تدخل العراق كدوله ضامنه، لا هي محتله كما يقول خصومها، ولا هي محرره كما يقول دعاتها. أحمد شريف يعتبرها محررة والآخر يعتبرها محتلة، أنا أعتبرها لا، دولة ضامنة. وبالفعل ضمنت العراق الآن، أكل الآن الإيرانيين يقدرون يتحرشون بالعراق عسكريا، تركيا تقدر تقطع المية عن العراق، شوف مناسيب المياه وين ارتفعت اللي عندنا. كل أقلية في دولة أخرى تحتاج إلى دولة ضامنة. إحنا العراقيين اللي أقلية أمام العرب واجهنا مشكلة والعرب تفرجوا علينا، فاللجوء إلى أمريكا كان سببه هو ما أصاب العراقيين من ظلم ومن اضطهاد، وبالتالي الناس تبحث عن قشة للإنقاذ. فكيف إذا هاي القشة هي دولة نووية بحجم أمريكا؟ الناس تروح لأمريكا، مش ما تروح لأمريكا، بس اللي وداني لأمريكا هو النظام الحاكم، وليس إرادتي الخاصة أو حبي الخاص للأمريكان، لأني أتعارض معهم في كل شيء، في العادات والتقاليد والوجوه وطريقة الحياة، ولا أطيق وما لا أستطيع. ولهذا شفت ما قدرت أنا أستمر وياهم أسبوع بعد تغيير النظام. مجرد ما تغير النظام أنا تركت الاتصال مع الأمريكان.
مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج تراثنا هويتنا. وهذا البرنامج مثل ما في الحلقة الأولى سولفت لكم على أنه يهتم بالتراث وخاصة التراث الشعبي، بهذه الحلقة نكمل حديث